ورحمة الله وبركاته. خلينا الجروب لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب وتكتبوا كومنت حلو. يا معزكم جديد مدريد يفوز وبالعلامة الكاملة أمام أتلتيكو بالباو. الفريق العنيد ذهابا وإيابا. الريال ينتصر 2-1 1-0. اليوم راح أتكلم عن أبرز تفاصيل المباراة. لايك وشير سبسكرايب. يلا بنا الفيديو. أول شيء بداية المباراة كانت عادية جدا. ريال مدريد بياخذ بالدارك الكرة بيرشل كرة طويلة تيحق بالباو. بالباو يا جماعة يعني في المبارتين ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد دائما تحس ببحث عن إناكي ويليامز بيعتمد عليه كمحطة. صراحة اليوم يعني مارسيلينو وإناكي ويليامز لاعبين صدموا. إناكي ويليامز بيك انبهروا من هذا الأداء من إيدر ميليتاو. يا جماعة يطلع إناكي ويليامز يستلم كرة إيدر ميليتاو دزة 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 خلاص يستلم كرة ياخذ إيدر. فإناكي ويليامز كمحطة تعتمد عليه كجسمه وقوته وكذي وسريع وكذي. لا يا رجل إيدر ميليتاو يا جماعة مو العالمي عالمي عالمي إيدر ميليتاو. هذا الموسم جدا رائع هذا اللاعب. فمونيو بيستلم بالعمق طالع من يسار يلا قط حق إناكي ويليامز تنقطع. فريال مدريد كانوا يلعبون بالأربعة خمسة واحد أربعة خمسة واحد. بنزيما أو بنزيما بيضغط على ييري ونونيز على قلوب الدفاع مال أتلتيكو بالباو في البناء لما يبنون هو اللي بيضغط عليهم. حلو طلعوا وراحوا عند الظهير دي ماركوس أو راحوا عند بالنسياغا. وصلت عند دي ماركوس توصل عند دي ماركوس يلاقي خمسة قدامه مساكرين الوسط جونيور كروس كامافينجا فالفيردي إيدن هازارد وبيها من يتحرك يضغط عليه فيرجع حق المدافع. الفريق ما هو قادر يصعد بالكرة شوي بيستلمون لكن يوم يطلع انه يلعبون له ولكن لا يطلع مع ايدر من الجو دسي يسترجع الكرة وترد مرة تده. صراحة ريال مدريد لاعبين جدا سريعين عندهم قوات بدنية عالية. فينيسيوس بنزيما كروس كاسيميرو هم كاسيميرو ترى في الهجمات المسددة ما بيركض بالكرة بيشوف من معاه يلعب ترد مرة مسددة حلوة. فالفيردي فاسكيس فاسكيس اليوم الجند المجهول يا جماعة ظلم توصج هذا اللاعب المدريدية. لا يا جماعة بيقطع دفاعيا قوي مع انه هو لاعب شو اسمه يعني لاعب جناح يمين ولكن اليوم شفنا فيه تدخلات حقه سلايتات يدافع بشراسة. شفنا اليوم اشراك اللاعب الشاب بيتر جونزاليز اللاعب اللي نزل شفناه بيلعب كظهير وحول تشكيل خمسة دفاع مدد الدفاع خلى فيرلاند مندي كقلب دفاع ثالث على اليمين هو نفسه فاسكيس على اليسار هو بيتر جونزاليز. اما بعدين شفنا تبديلات مريم دياز بينزل لوكايوفيتش بالنسبة لي يا جماعة تحسه شوي لاعب انهاء اكثر. صحيح اليوم ضيع فرصه ولكن انا كم وجهه نظري اللي قاعد اشوف هو نفسه هو نفسه هو نفسه هو نفسه كيف كنا ماريانو دياز بالمرتدات بالكونتر اتاك. ماريانو دياز بالكونتر اتاك بالمرتدات بالمرتدات عندنا ماريانو دياز ممتاز سريع بيلعب زين. اداء كبير من توني كروس اداء كبير من توني كروس صمام الامان كان يقطع كرات قبل مرة تمريرات صنع الهدف الأول. طبعا تألق كبير لبنزيما لفينيسيوس اللاعبين هذول منفجرين مع بعض ثنائية كبيرة جدا فعلين هكر فعلين هكر فعلين هكر. غياب كاسيميرو ما كان مؤثر والله ما كان مؤثر يا جماعة. كامافينجا والله عيبته شنو تحسه قارسي إيجابي شوي يعني بيكسر يعني ضيع اللاعبين وايد يكسب يعني وايد يعني يكسب بطاقات صفراء اليوم ما أدري صراحة بشوط طول كان عليه وايد دفاعات وشي ما ادري شلون ما اخذ اصفر وغاب عن المباراه القادمه امام خيتافي. يعني لاعب جدا يعني قوي وسريع من يا جماعه تمريراته ممتازه سريع لما تراجع المسدد بروح بيقطع الكره حلوه سلايتاته بتسترجع الكره بيسترجع الكره بشكل صحيح. منها اوكي زين منها لاعب خط وسط ارتكاز كذي. واللي بيعجبني هذا اللاعب تحركاته يا جماعه تحركاته جدا جميله كيف بيربط الخطوط لاعب تمريراته ممتازه ولكن اللعيبه نفس هو نفس اللعيبه قارسي واللعيبه جابي دفاعاته القويه شوي كذي. اليوم شفنا مارسيلينو بيلعب شوي بالضغط العالي ولكن اللاعبين ما طو يعني ما شوي خيبوا ظنه ما في لاعبين بيسوون ضغط عالي تحتاج شيء منهم فينيسيوس بنزيما هم اللي بيتحركوا يا جماعه ضغط عالي بيسوي ضغط عالي على المدافعين. اليوم ريال مدريد بيصعد بالكره الريحيه ما في اي شيء ما في اي شيء
شفنا بس لقطة واحدة آخر مباراة اللي بينت شو في ضغط آخر لقطة في المباراة تقريبا إذا الملتاب بيسم الكرة برشلونة يقول حق جارسيا راول جارسيا دش يضغط عليه ويلا جارسيا ضغط عليه ولكن مرة التمريرة بس طاح ميليتاو شوي زلق ولعب تمريرة حق مريم دياز مريم تتراح وحتى أوكي يوبس ضيع فرصة توني كروس ضيع فرصة لازم نثني على الحارس هذا لا فرصة وناي سيمون لازم نقدم أداء قوي عشان تلعب هذا الحارس صدمني مش أنت بتشكي أساسي عارف هذا اللاعب بس ناي سيمون يعني ما أدري إنه يسمون مصاب ولا لا ولكن مظن مصاب بالنسياغا يا جماعة مو هالضيب مو هالضيب فرصة بشوط طويل تحت الفرصة إنه يشوت ولكن تأخر فيها تردد شاطها طقت المدافع بعدين طقت فاسكي صدم لو شاطها من البداية كان جول ولكن متأخر فيها تردد ولا جول واضحة يعني جماعة شفنا مونياين بنصاب ولكن يكمل تبديلات برشلونة الواضحة إخراج مونياين إخراج الجناح الأيسر إخراج الجناح الأيمن تبديلات المعتاد هذا نفس الشيء يصير مع الإنتر طلع ضي ليمن طلع ضي ريسن تبديلات يعني معروفة يكمل مونياين لازم يطلع دقيقة 75 يوم تأخر بتبديل دقيقة 85 شيء زين أوكي ولكن كان يعني شوي كان مصاب مرهق بدنيا هل إصابة يا هازارد هل إصابة جديدة يعني يا هازارد هازارد ريال مدريد بيقول لك بينتظر انفجار هازارد عشان يزيد سعره شوي ويبيعونه بس ويبيعونه لاعب عمره 30 عام أصلا شوي يعني 30 عام فينيسيوس جونيور قدم أداء جيد ولكن بيلعبون شوي على الراحة فينيسيوس مو شاد على نفسه يعني أنت عندك الحين دوري الأبطال قدام باريس فتسه يعني يلعبون بريحية شو انت تحس ضامن المباراة فايز 2-1 بداخل الشبان طلع بنزيما فينيسيوس هازارد اليوم شفنا استمرار خط وسط كامل شيء غريب جدا يعني كروس كروس بالنسبة لي كان لازم يطلع وفالفيردي او بس كروس عادي او بس فالفيردي كان في قبل يظل اوكي كان في قبل يظل شفنا مدريد بسكر الدفاع ما بيخلي فريق يلعب بريحيته مدريد فريق ضايع اوكي زين اذا ميليتاو مرعب فينيسيوس مرعب بنزيما مرعب يعني من اين لك هذه يا جماعة بنزيما 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 صدق يعني ريال مدريد تقريبا تخطى اغلب مو يعني تقريبا خلصوا مواجهات الذهاب اظن يعني ما بقي شوي على مواجهات الذهاب او خلصوا فريال مدريد في مواجهات الذهاب الدوري الاسباني يعني تقريبا قابل فرق قوية جدا ونجح من امامها حقق نتيجات ايجابية نتائج إيجابية صدق يعني أوكي في خسائر في تعادلات لكن النتائج إيجابية مشكلة ريال مدريد شوي عنده معاناة أمام الصغار بسيطة يعني ما قاد التعادل أم إسبانيول خسارة 2-1 عنده شوي خسارة أمام شريف دوري الأبطال عنده شوي ها ولكن يتحسن يتحسن مع الوضع كارلو أنشيلوتي مدرب كبير مدرب كبير مدرب كبير صراحة ريال مدريد قدم أداء كبير صراحة مارسيلينو حاول يعني بس ما أعرف إن يدير ريال مدريد فريق صعب جدا صعب إني راس بهذه الفترة أفضل فريق في إسبانيا بتقول لك إشبيليا ولوبتيجي سنحاول ننافس على ريال سنأخذ اللقب سنحاول الصدارة يعني مدري برشلونة أسوأ حالاته يعني أنا بعتبر فاز عليه لو لعب الدمبلي يعني فاز عليه أنا بعتبر فاز عليك يعني فاز عليك الملعبك برشلونة خسرت ضد ريال مدريد أنت لا تقعد تقول لي لا تقعد تقول لي لو بتيك والله قبل مباراة برشلونة خايف يا خايف طلع والله لو بتيجي خايف منه ورجع دفاع 90 دقيقة يا جماعة ما له هجمة خطرة ما له هجمة خطرة والله ما عنده أي هجمة خطرة تسديدة واحدة في خط على المرمى لا تقول لي إنك راح تنافس ريال ريال قاعد يمشي رايح 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 وأنت قاعد تتعثر وتطيح وما يشوت يا رايح طبعا اليوم شلنا خسارة غريبة من أتلتيكو 4 خسارات ورا بعض سيميون لازم يراجع نفسه صار نفس ورد برشلونة لازم يكون من 4 توب لن ينافس على الدوري أبدا فريق لا ثقة لا روح لا هوية ولا شيء بصابات يورينتي سواريز خلاص بس جواو فيليكس قاعد يحاول هو يعني الحسنة في أتلتيكو ما يعني فريق شوي بات غريزمان مصاب يورينتي بالنسبة لي أفضل لاعب في أتلتيكو مدريد لاعب جميل جماعة يركض يروح يقدر يلعب جميع مراكز ولاعب 26 سنة يعني ما شاء الله يعني يعني بتمنى هذا اللاعب برشلونة صراحة يعني بتمنى هذا اللعب جدا فأعرف موقف جمال مدريد هارد كيلباو الشباب سنجي مقتل اليوم لا تنسوا لايك وسبسكرايب مع السلامة.